سلام خاوتي، اليوم راح نديرو جيغو في الكوشة. واش نسحقو؟ غنمي هكذا يا ولا يكون كبير عليه. نسحقو أبصل، الرند، قارص، التوم، ملح، فلفل الكحل، شوية كمون، شوية عكري، وشوية كركم، وزيت الزيتون. نحكمو اللحم تاعنا، نديرو له شوية قابي بالموس هكذا، ونديرو التوم لداخل، نقطعوهم صغار ونحطو التوم لداخل. نحطو التوابل تاعنا في البول هكذا يا، ونعصرو لهم شوية قارص، ونزيدو نديرو لهم شوية زيت، ونخلطوهم مليح، نطلعوهم مليح حتى يولينا هكذا. نحطو اللحم تاعنا لداخل ونخلطوه مليح، نخلطوه ونخلوه يريح ساعة ولا من أحسن نبيتوه. من بعد واش نديرولو؟ نحطوه هكذايا في البابي أليمنيوم، ونفرغو كاع هادوك لي زيبيس لي درناهم فوقه. نديرو شوية ما في هذاك البول، نخلطوه مليح يولينا هكذايا، ونفرغوه فوق اللحم تاعنا، نغطيوه مليح، نغلقوه مليح، ونديروه يطيب. نغلقوه يولي لنا هكذا. الكوشة تاعنا لازم تكون سخونة مليح، نحطوه لداخل حوالي 30 دقيقة. من بعد نحولو البابي أليمنيوم ونخليوه يحمر لنا. كي نحيتلو البابي هاولي كيفاش يكون اللحم ديالي. نعاود نرجعو في الكوشة ونخليه يحمر هكذا بلا ما نغطيه. هكذا كي طاب لي اللحم ديالي هاوليك كيفاش ولا. سلام خوتي، جيناكم فيديو جديد أومليت. نسحقو البطاطا نقطعوها هكذايا، البيض، ملح، فلفل الكحل، التوم، معدنوس، أبصل، ونسحقو فورماج بورسيون، ونسحقو شوية لاموطارد. نديرو شوية ملح في البطاطا تاعنا، نخلطوها ونحطوها تتقلى. نقليو البطاطا حتى ديرنا لا كولور، وهاي لي كيفاش تولي البطاطا ديالنا. نديرو مقلاة تسخن، نحطو فيها شوية زيت، ونقليو البصل ديالنا. هكذا كي تقلى لي البصل تاعي، ندير التوم، نزيد نقليه مليح، ندير شوية ملح، شوية فلفل الكحل، ونخليه يتقلى. نقليه شوية، ندير المعدنوس تاعي، ونزيد نقليه شوية حتى يولي لي هكذايا. نزيد ندير له مغرف صغيرة تاع لاموطارت، نقص له في الفرن ونخليه يتقلى بالعقل. كي يطيب لي البصل نخلطه مع البطاطا هذيك، ونخليه يبرد شوية. ندير له الفورماج، نزيد له شوية ملح، شوية فلفل الكحل، ونخليه يبرد لي شوية قبل ما ندير له البيض. نخلطه هكذايا ونخليه، كي يبرد لي شوية الميكس تاعي ندير له البيض هكذايا، ونخلطه مليح هكذايا. نخلطها هايلي كيفاش تولي لي تجيني جارية شوية، باش لوملات تاعي ما تجينيش ناشفة. نحط مقلة ندير فيها الزيت، ونحط لوملات تاعي نقص لها في الفرن ونخليها تطيب شوية هكذا. يا كي قلبتها هاي لي كيفاش تخرج لوملات تاعي. نقطعوها. واش نقولكم خاوتي، ربي يحفظكم، ربي يطول في عمركم، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو واحد اخر، ونقول لك راكي الشاف في دارك.